أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اللقاء سوف نتحدث عن حل معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد، اللي هي يعني ايه؟ اولا نعرف يعني حل، يعني أما يكون عندي معادلة ويراد حلها. أي معادلة بتتكون من مجاهيل وأعداد وعلامة يساوي وصفر. إن لم نتوفر علامة يساوي وتوجد هنا مجاهيل وأعداد، يوجد طرف به مجاهيل وأعداد وآخر مثله، ما كانش فيها علامة تساوي ما تبقاش معادلة، لابد أن تحتوي على علامة تساوي. هذه المعادلة يوجد فيها مجهول أو مجهولين أو أكثر، والمعادلة التي نتكلم عنها اليوم هي بها مجهول واحد من الدرجة الثانية. يعني مجهول واحد يعني رمز واحد زي سين أو صاد، يعني من الدرجة الثانية، يعني أعلى أس في المعادلة 2. على سبيل المثال لو قلنا 3 سين تربيع زائد 2 سين زائد 2 سين زائد 5 بتساوي صفر. هذه معادلة أعلى في أس فيها 2 وتسمى من الدرجة، هذه درجة المعادلة، يبقى على أس فيها 2. المجهول بتاعنا فيها كم مجهول؟ هو سين هنا وسين هنا، يبقى في مجهول واحد، يبقى دي اسمها معادلة لأن بها علامة يساوي من الدرجة الثانية في، عشان فيها أس 2، مجهول واحد اللي هو السين. ممكن تجدها بهذا الأسلوب، 5 ألف أو ألف بس تربيع زائد 3 بتساوي صفر، دي معادلة أيضا من الدرجة الثانية في مجهول واحد اللي هو الألف، وهذه الدرجة الثانية لا يشترط أن تحتوي على السين، قد تكون معامل السين بصفر. وممكن تجدها بالشكل ده، بيع تربيع زائد 5 زائد 5 باء بتساوي صفر، يبقى معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد أيضا. كل هذه أنواع من المعادلات من الدرجة الثانية في مجهول واحد. طيب يعني إيه بقى مجموعة الحل؟ مجموعة الحل، قبل ما نعرف مجموعة الحل نتكلم على مجموعة التعويض. مجموعة التعويض، مجموعة التعويض اللي احنا بنشتغل عليها في هذا الكتاب هي مجموعة ح. يعني ايه ح؟ يعني الأعداد الحقيقية، الأعداد الحقيقية. يعني ايه تعويض؟ يعني هي القيم اللي انا باخدها من ح اللي هي الأعداد الحقيقية، اللي هي خط الأعداد بالشكل ده، كل النقط اللي على الخط ده هي الأعداد الحقيقية، بتدي أعداد غير منتهية من ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية. هذه الأعداد تسمى مجموعة الأعداد الحقيقية، بناخد منها أي قيمة وعوض بيها في المعادلة دي أو في المعادلة اللي عندي، بتعوض بيها، اسمها مجموعة التعويض. تعوض تعوض لما توصل للقيمة اللي بتحقق الطرفين. يعني أنت بتعوض عن ألف ب 3، ما بتنفعش أنا خدت ألف، خدت ألف أهوت من، خدت ألف من 3 من ح وعوضت بيها في الألف هنا، فإذا حوطت 3 يبقى 9 زائد 3 ما بتساويش الصفر، يبقى دي مش حل. يعني التلاتة اللي أنا خدتها دي قيمة تعويض، قيمة للتعويض من مجموعة التعويض، عوضت بيها فين؟ في المعادلة، ما ادتنيش حل، يبقى دي قيمة تعويض وليس قيمة حل اللي هي التلاتة. طيب وهكذا بقعد آخد، فلو اعتبرنا إن دي 9 ودي سالب، فاحنا بنقعد نختار قيم، ولتكن لو أنا أخدت التلاتة بقى هنا هتبقى التلاتة في 3 ب9 ناقص 9 بتساوي صفر، يبقى إذا التلاتة اللي أنا اخترتها للتعويض
ادتنا حل. التلاتة اللي نتجت دي بنسميها الحل للمعادلة. أما لو أنا أخدت مثلا في نفس المعادلة دي ألف تربيع ناقص تسعة بتساوي صفر، أخدت مثلا من مجموعة التعويض خدت الرقم اتنين، عوض كده اتنين في اتنين بأربعة، ناقص تسعة بكام؟ بناقص خمس، بتساوي ناقص خمس، ما بيساويش الصفر. يبقى دي الاتنين ليست حل، يبقى اتنين ليست حل لكنها قيمة تعويض، قيمة أقدر أعوض بيها لأنها من أعداد الحقية، وهكذا. يبقى أنا كده عرفت إيه الفرق بين مجموعة التعويض ومجموعة الحل. مجموعة الحل اللي هي القيمة اللي في المعادلة ديت، لو خدت التلاتة هتبقى التلاتة في تلاتة بتسعة، ناقص تسعة بيساوي صفر. أصبحت التلاتة دي هي حل، هي قيمة التعويض وفي نفس الوقت ادتني الحل. يبقى بنقول مجموعة الحل للمعادلة دي هي التلاتة. لو واحد خد تاني خد سالب تلاتة، عوض سالب تلاتة في سالب تلاتة هنا بموجب تسعة، ناقص تسعة بيديك صفر أيضا. يبقى إذا سالب تلات مجموعة الحل أيضا هيتنتمي، تلاتة دي تنتمي لمجموعة الحل، والناقص تلاتة بتنتمي لمجموعة الحل. يبقى مجموعة الحل النهائية بتاعتي بتساوي التلاتة والناقص تلاتة. طب أنا هفضل ماشي كده على طول، هنشوف المعادلة اللي عندي دي من الدرجة كام التانية. يبقى في حلين اتنين بس، عدد الحلول بيساوي عدد الدرجة أو القيمة بتاعت الدرجة، يعني الدرجة الرابعة. يبقى المعادلة بتاعتي فيها كام حل؟ فيها أربع حلول. لو الدرجة المية هيبقى أنا عارف إن المعادلة اللي أنا هبدأ أحلها دي هتديني مية حل بس، مش هتدي مية واحد، خلي بالك. يبقى إذا أنا الدرجات، درجة المعادلة اللي عندي بتحدد لي كم حل أنا هلاقيهم في المعادلة. نبدأ بقى ناخد تمارين على الموضوع ده. هي طبعا دي معتمدة على تحليل المقدار الثلاثي بس، مش أكثر ولا أقل. أنت بتعرف تحلل المقدار الثلاثي بسيط أو غير بسيط، أو فرق بين مربعين أو فرق بين مربعين بس، يبقى أنت بتعرف تشتغل حل معادلات. من غير كده هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لك، يبقى لازم نراجع أنواع التحليل. نشوف المسألة الأولى، ولتكن لي حلل، أوجد مجموعة حلل كل حل لكل من المعادلات الآتية في ح نون تربيع س تربيع، س تربيع ناقص 8 س زائد 15 بتساوي صفر. بناخد المعادلة دي اللي هي س تربيع، حل المعادلة س تربيع ناقص 8 س زائد 15 بتساوي صفر. طبعا احنا اتفقنا بنحلل. طيب التحليل اتكلمنا فيه، اذا كانت اشارة الحد الاخيرة هي مترتبة جاهزة اهي، يبقى اشوف اشارة الحد الاخير اذا كانت موجبة يبقى الاشارتين هما نفس اشارة الاوسط، بعمل قوسين اهم، اشارة الاوسط دي انا باخدها، وفي نفس الوقت انا شايف عايز عددين اضربهم في بعض يدي 15 واجمعهم عشان اشارتين زي بعض يديني 8. هتلاقي التلاتة في خمسة، وهنا س وهنا س. خلاص كده حللت بكل بساطة لأن أنا فاهم تحليل. يبقى إذا س ناقص تلاتة بتساوي، في س ناقص خمسة بتساوي صفر، يبقى إذا س ناقص تلاتة بتساوي صفر، ومنها أو إذا س بتساوي نضيف المعكوس الجمعي ليه سالب تلاتة للطرفين، فبتنتقل التلاتة بالشكل ده، أو عبر كيف ما تشاء، بتنقل التلاتة للطرف الآن التاني بتغير إشاراتها تبقى ب الموجب بدل ما كانت هناك بالسالب. أو نقول إما س ناقص خمسة بتساوي صفر، ومنها س بتساوي الخمسة وتتنقل للطرف التاني بإشارة موجب. يبقى إذا الس إدتني كام؟ تلاتة، والس بدتني كام؟ خمسة. يبقى نقول إذا مجموعة الحل بتساوي تلاتة وخمسة. نشوف بقى الآلة الحاسبة بتحل لنا الموضوع ده إزاي. الآلة الحاسبة بتاعتنا بنجيبها، نفتح الآلة الحاسبة،
الآلة الحاسبة بتاعتنا هي أفتحها بالشكل ده. بعد ما فتحتها بضغط على مفتاح مود دوت يديني الخيارات ديت، باخد منها equation يعني معادلة اللي هو رقم 5، يبقى اضغط على رقم 5 بختار المعادلة من الدرجة التانية اللي هي x تربيع زائد bx زائد c بتساوي صفر اللي هي رقمها 3، يبقى هضغط على رقم 3 بتديني بالقيم ديت. عندنا هنا معامل الألف اللي هو القيمة الأولى اللي هي الألف اللي هي معامل السين، يبقى المعادلة اللي عندنا هي نفسها هي سين سين تربيع ناقص 8 سين زائد 15 بتساوي صفر. السين معامل السين اللي هو الألف اللي هو إيه إكس اللي هي القيمة الأولى اللي هدخلها بتساوي 1، والباء القيمة التانية اللي هدخلها تساوي 8، والجيم ب15 بنفس الطريقة دي. وتلاحظ حاجة بقى، انت ممكن يجي لك معادلة تلاقي 15 في الطرف التاني انت بتعوض غلط. ليه؟ نرجع تاني، لما اخد الايكويشن هختار شفت المعادلة عاملة ازاي عندك؟ خلي بالك عندك ايه اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي بتساوي صفر، دي المعادلة دي اللي الآلة الحاسبة دي بتشتغل عليها. يعني انت لازم تخلي كله في طرف والصفر في طرف زي ما هي عاملة، لان عملت غير كده يعني لو جات لك المعادلة دي على الصورة س تربيع ناقص 8 س بتساوي 15، هي نفس بتساوي ناقص 15، او جات لك معادلة تانية مثلا بالشكل ده زائد 15 وتعوض بيها، هتقول السين بمعامل السين بواحد ومعامل السين تربيع بواحد، معامل السين بسالب 8، والحد المطلق هحطه بموجب 15 او ب15، يبقى كده انت هتديك نتيجة غلط. ليه؟ انا لازم اصفر المعادلة ديت يعني اخليها صفر اولا، وبعد كده اعوض زي ما المعادلة موجودة في الآلة الحاسبة. يبقى لازم المعادلة اللي انا هبدأ اخد الارقام بتاعتي منها لازم تكون معادلة صفرية اولا. يبقى نبدأ تاني بقى نحل، ناخد القيم بتاعتنا، قيم الألف بواحد ده واحد اهي، بدكي الواحد كتبت الواحد اهو، واضغط يساوي تخش الواحد فوق في مكانها، والباء بسالب 8 بدي سالب 8، واضغط يساوي تخش السالب 8 فوق. بعد كده الجيم ب15 يبقى دي 1 5، اضغط يساوي ادت ليا ليه ال15. اول ما هضغط يساوي تاني هتديني اكس واحد، وهنا رقم يعني الحل الاول اكس اهي اكس واحد بخمسة، يبقى المعادلة الحاسبة بتقول لي ان س فعلا بخمسة، س بتساوي خمسة س واحد او الحل الاول احنا بنقول س او لان ما عنديش اكس واحد واكس اتنين. بضغط يساوي مرة تانية ادت لي اكس اتنين اهي، وادت لي رقم اللي هو 3 او س بتساوي 3. يبقى بنقول احنا بقى مجموعة الحل بتساوي 3 او 5 او 5 و 3 مش تفرق. يبقى كده استخدمنا الآلة الحاسبة في حل المعادلة من الدرجة الثانية. ناخد بقى كمان معادلة اخرى نحلها. هو حل المعادلة مثال واحد ها، حل المعادلة س ناقص 3 س زائد 1 بتساوي 5. طبعا معادلة زي ديت انت مش هتعرف تحلها كده، انت لازم تفك القوس وتجيب الخمسة الجهادي في كل خلا معادلة صفرية يعني علشان نعرف نحلل ونطلع الحل فيما بعد. يبقى هنقول ايه بقى، نفك القوس نقول ايه فك اهي، بس نضرب ده في القوس كله، س في س في س تربيع، س في واحد زائد واحد في س بس، ضربت س في ده كله، نضرب سالب 3 في ده كله ايضا، سالب 3 في س سالب 3 س، سالب 3 في واحد بسالب 3 بتساوي 5. او بقى لو احنا يعني المفروض عارفين وفاهمين كويس، بضرب الاول في الاول تديني س تربيع،
وأضرب الأول في الأخير يبقى دي تديني سين، وأضرب الوسط في الوسط سالب 3 في سين بسالب 3 سين، وكان معانا سين يبقى سالب 2 سين، وأضرب الأخير في الأخير سالب 3 في 1 بسالب 2 سالب 3 ناقص 5 بتساوي 0. يا اما كده يا اما زي ما انت عملت وبتكمل جمع الحدود المتشابهه، تديك س تربيع س ناقص 3 س بتساوي سالب 2 س سالب 3 ونين 2 ال 5 جذر سالب 5 بتساوي 0. يبقى انا عندي س تربيع ناقص 2 س ناقص 8 بتساوي 0. نحلل تبقى س في س، وهنا الإشارة سالب يبقى أنا عايز عددين حاصل ضربهم والفرق بينهم، والإشارتين هيختلفوا، حاصل ضربهم 8 والفرق بينهم 2 اللي هما 2 في 4 يبقى 2 في 4 ب 8، الفرق بينهم 2 2 من 4 2، يبقى العدد الكبير اللي هو ده هو ده في ده ب 4 س وده في ده في 2 س، ده هياخد سالب أما ده هياخد موجب يساوي صفر. ومنها يبقى نقول إذا س زائد 2 بتساوي صفر، إذا س بتساوي سالب 2، أو س ناقص 4 بتساوي صفر، يبقى إذا س بتساوي 4، يبقى إذا مجموع الحل بتساوي 2 سالب 2 و 4، دي مجموع الحل. لو استخدمنا الآلة الحاسبة برضه هيبقى نفس الكلام، المعادلة الأخيرة اهيت. نضغط على AC مرتين، خلاص بقت ما عادش عندي أرقام كده، بقت رجعنا الأصل المعادلة. هنضغط هندخل بقى إيه السين بواحد والسين سين تربيع واحد، أدي واحد ندخل في واحد كده، السين معاملة واحد، السين تربيع معاملة واحد، السين معاملة اتنين للسالب، سالب اتنين داخل زيت، بعد كده سالب 8 اللي هو الحد المطلق، سالب 8 داخل زيت، واضغط يساوي بقى جديدة، ادت لي اكس واحد اهي بتساوي 4 اهي، طلعناها احنا باربعة، نضغط كمان يساوي تدالي اكس 2 اهي بسالب 2، ادي سالب 2 و4 عند الحل بتاعنا. يبقى اذا في الكتاب كل المسائل ديت بقى عشان الوقت. بالنسبة لمجموعة المعادلات دي كلها متقاربة من بعضها، دي سهلة ودي وديت، هناخد بس ديت مختلفة شوية عشان ننتقل لأنواع أخرى من المعادلات. حل المعادلة س ده تلاتة، التمارين ديت هي تمارين صفحة 7 جيم واحد، واو صفحة 7 كتاب الوزارة. سين زائد 3 تربيع ناقص 49 بتساوي صفر. علشان نحل المعادلة ديت طبعا أنا عايز أستخدم الأساليب الرياضية اللي أنا وصلت لها وفهمتها وبقيت راجل كبير وفاهم، انا ممكن افك كده واطرح منه ده، ممكن احللها فرق بين مربعين، فممكن نحلل فرق بين مربعين، يعني نحلل الفرق بين مربعين، مش ده تربيع والتسعة واربعين هي 7 تربيع، يبقى ناخد الاول جذر الاول ناقص جذر التاني اللي هو 7 في جذر الاول زائد جذر التاني اللي هو 7 بتساوي صفر. يبقى س 3 من 7 4 بالسالب، وس 3 و7 10. شوف كده يعني لما اكون انا فاهم انا بعمل ايه بتسهل عليا كده، خلاص انا وصلت الحل مباشره، غير ما كنت هفك كده واطرح منه ده وارجع احلل من جديد اهي تحلل كده فرق بين مربعين بتساوي صفر، يعني س بتساوي 4 او س بتساوي ناقص 10، يعني س زائد 10 بتساوي صفر، ومنها س س زائد 10 بتساوي صفر، ومنها س بتساوي ناقص 10.
أو س ناقص 4 بتساوي 0، ومنها س بتساوي 4، يبقى مجموعة الحل بتساوي 4 وناقص 10. دي الطريقة، أنت طالما عندك أنواع تحليل فاهمها وتقدر تستخدمها بتحل بتسهل لك الموضوع. هو عطالك شكل فرق بين مربعين، يبقى الشيء على فرق بين مربعين. شوف مثال أخرى. أوجد مجموعة حل لكل مما يأتي من معادلات، يعني في ح، في ح يعني مجموعة العدد الحقيقي. 12 س تربيع تساوي 47 س ناقص 45. طيب دي س أس 4 ناقص 5 س تربيع زائد 4 بتساوي 0. دي معادلة أخرى، معادلات كثيرة. طيب هناخد بعض المعادلات خالص درس، وبعد كده هنحل ايه باقي المسائل دي في مرة أخرى إن شاء الله. ناخد عدد دان، ناخد مسألة من دول عشان نخلص الدرس، وبعد كده نكمل فيما بعد نحل باقي التمرين إن شاء الله. نحل التمرين ده في حصة أخرى. عددان فرديان متتاليان مجموعهما مجموع مربعيهما 130، فما العددان؟ العدد الأول س، يبقى التاني إيه؟ على إن عدد الأول فردي يبقى التاني س زائد 2، حيث س عدد فردي. هما دول العددين. بقول فرديان متتاليان، هو طبعا الأعداد الفردية زي 2 و5 و7، بين العدد الفردي والفردي 2، يبقى أنا إذا ضفت على عدد س 2 هيديني العدد اللي بعده فردي، أو إذا كانت س زوجية هيديني اللي بعده زوجي، فأنا بفرض إن س دي عدد فردي، س عدد فردي. بقول مجموع مربعيهما 130، فما هما العددان؟ يبقى س تربيع 4 زائد س زائد 2 تربيع مجموع المربعين دول بيساوي 130. نفك نحل بقى المسألة دي، نحلها كمعادلة من الدرجة الثانية. بس س تربيع زائد 4 س في س، س تربيع زائد 2 في س في 2 ب 4، س زائد 2 في 2 ب 4، مربع الأول، الأول في الثاني في 2، مربع الثاني، ونقول ننقل ال 130 يبقى ناقص 130 بيساوي 0. س تربيع وس تربيع 2 س تربيع زائد 4 س، شيل 4 من 130 هيديني كام؟ 126 بتساوي 0. نقسم كله على 2 يبقى س تربيع زائد 2 س ناقص 12 من 2 في 6 في 63 بتساوي 0. يبقى س في س بتساوي 0. ده معادلة من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، في مقدار ثلاثي من الدرجة الثانية، مقدار ثلاثي بسيط. يبقى س وس 63 عددين حاصل ضربهم 63، وهنا عشان الإشارة الأخيرة سلبي يبقى أنا هطرح عددين حاصل ضربهم 63 والفرق بينهم 2، هيبقى هما إيه؟ 7 في 9، الفرق بينهم 2 وحاصل ضربهم 7 في 9 63. الكبيرة، الإشارة الكبيرة تتحط قدام العدد الكبير، ياخد إشارة الأوسط، والعدد الصغير ياخد الإشارة المختلفة. فبالتالي هيبقى س ناقص 7 بتساوي 0، يعني س بتساوي 7، أو س زائد 9 بيساوي 0، يعني س بيساوي سالب 9. يبقى فعلا العدد الأول اللي هو الفردي طلع 7، والتاني هيبقى 9. طيب نتأكد، هو بقول يبقى إذا نقول العددان لما يكون س ب7 هما هيبقى 7 وايه و9، نتأكد. وقول مربع مجموع مربعيهما 7 في 7، مجموع مربعيهما 49 زائد 9 في 9 ب81، نجمع 1 و0 1 و9 10 0 مع 1، و4 و8 12 1 13، ادي 130. طب اذا خدنا س بتساوي سالب 9،
اللي بعده هنضيف 2، هيبقى سالب ايه؟ يبقى عند س بتساوي سالب 9، يبقى الاخر هيبقى كام؟ هنضيف 2 يبقى سالب 7. نربع سالب سالب وموجب 9 في 9 81 زائد سالب سالب موجب 7 في 49 مجموعهم ايضا 130. يبقى اما يبقى العددين بتوعنا العددان اما 7 و9 او سالب 9 وسالب 7.